يعني انا مش عارف ليه يعملوا فيا كده، هل عشان انا نزلت المظاهرات؟ خلاص عشان نزلت المظاهرات اتضرب بالكرابيج واتحرق بالسجاير؟ انا هنزل وافضل انزل لحد ما نعمل اللي احنا عايزينه. هكذا بدأ المحامي الشاب محمد بدر الدين رواية قصة اعتقاله من داخل ميدان التحرير وتعذيبه على يد من يقول انهم من مباحث امن الدولة. بدأت قصة محمد عندما وقع هاتفه المحمول في يد من اعتقدوا انه من قادة الاعتصام. جيت اتصل بالتليفون ما لقيتوش، فمتكلم رقم اللي ضاع مني، فرد عليا واحد قال لي تليفونك معايا ما تقلقش تعالى خده، اللي سرق تليفونك احنا مسكناه وكده. انا وصلت هنا الساعه 4 عشان استلم التليفون بتاعي، وبعدين جيت دخلت على بوابه المتحف هنا وواحد استقبلني وقال لي هات بطاقتك عشان استلم التليفون، عشان تستلم التليفون بتاعك، ودخلني من البوابه دي. ولما دخلت جوه قابلت ناس لابسين ملكي زي ما يكونوا امن دوله. واحد جه ضربني على رجلي من هنا فوقعت انا على وشي على الارض، وبعدين جايب ايدي رابطها على ظهري وحط زي طوبه كده تحت صدري الشمال ودافع على ظهري من ورا، بيقول لي انت منين؟ قلت له المنصوره. انت مصري؟ قلت له والله مصري، معاك البطاقه بص عليها. قال لي انت مصري منين؟ يلا من تل ابيب. ويبدو ان احمد لم يكن وحده، كان في ناس تانية جوه مصريين وغير مصريين، حوالي 25 او 30 واحد جوه مربوطين ايديهم ورا ظهرهم ورجليهم وقاعدين على ركبهم على الارض. لم يستقر المقام بأحمد بعد اعتقاله داخل المتحف المصري، بل اقتادوه حسب روايته إلى مقر مباحث أمن الدولة في رابعة العدوية بمدينة نصر. واحد تاني حاول إن هو يرفعني من المكان ده، من البنطلون من ورا من المكان ده كده، حاول يرفع من هنا فاتشد البنطلون قطع كله، فرجلي بقت باينة قدامه، فجاب حاجة تخينة قوي مش كرباج، هو زي سلك ضغط عالي جواه مجموعة سلوك. أنا حاسس بيه يعني كان بيضرب الضربة، كان ضربة الضرب ورا هنا كان جسمي كله يتنفض. تركني أحمد ليرتاح قليلا وليواصل إضرابه، ولكن كانت له كلمة أخيرة. أنصح كل الناس اللي قاعدة في بيوتها إن هم يساندونا ويفضلوا برضه معانا، وأنا بشجع الناس كلها في ميدان التحرير، والحمد لله إحنا بنزيد مش بنقل. طول ما إحنا معتصمين ومصممين على اللي في دماغنا عمر ما حد يقدر يغيرنا، ولا معتقل ولا سجن ولا أي حاجة خالص، ولا ضرب النار اللي كنا بنضرب بيه.